السلامة غاليين اتفضلوا يا حبايبي معايا محمود محمود نورت بورسعيد يا حودة يا حبيب اختك منورة بيك يا توح الحمد لله على السلامة يا ولاد الحمد لله على السلامة يا شيخ الحمد لله على السلامة ابو نسب تعالى بقى معايا هفرجك يا حودة على أحلى فيوم ممكن تشوفه في حياتك ابو نسب ذمتك مش دي شقه ليه بنائب رئيس مجلس اداره كتر خيرك يا شافع مش عارف أقولك ايه بس انا مش محتاج كل ده انا كل اللي محتاجه اوضه اوضه ايه اوضه دي لا يا اخويا ده انت محمود عبد الناصر الاول على كليه الهندسه جامعه القاهره يبقى اقل من قصر ما نقبلوش <مش> يا حبيبتي يا توحة ربنا يكبر بخاطرك ويكبر <مش> <مش> بخاطرك يا اخويا مفيش دعوه بقى للراجل اللي فرش الشقه يا راجل ده انا فرشها لك من شغل التصدير بتاع دمياط وغلاوتك هو احنا مش قاعدين في الشقة دي ليه يا و... بس يا ولد بتقرصيني لي ليه هو ما وركوش غيري؟ الله ما انا كنت بقولك لك تعالى خد دروس هنا تقول لي لا بخاف دي فيها عفاريت فيها عفاريت؟ ايه يا توحة؟ هو انا جاي اتلبس هنا ولا ايه؟ <applause> بابا هو اللي قال كده <applause> حبيبتي ما عفريت الا بني ادم اصل كنت بقول لهم كده عشان ما احرقش امهم التحبة ما بتعرفش تنام على صوت المراكب بس انت بقى يا حوده مش هيفرق معاك صوت المراكب ولا ايه ولا يفرق معايا صوت اي حاجه بس لو العيال عجبهم الشقه شافع يعني انا ممكن اروح هناك وانت تيجي تقعد عسل <applause> <applause> اخوك يا عسل يلا يا بأخد خد العيال وسبقونا هناك على البيت وضب لنا غدوه حلوه لحد ما اقدر حوضة نتكلم في الشغل أكلة سمك من اللي على مزاجك يلا <تصفيق> 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 ماشي من عينيا <عناية>. ما تأخرش يا محمود <applause> حاضر <وح تصفيق> يلا خلي عياش. بالك من العيال وما تجريش ماشي <تصفي> يا أخويا باي ديني بقى دقيقة اخد دش وارجع علي. راح رايح فين؟ اخد دش وارجع لك فين يا راجل؟ الدش في الشقة اللي فوق الشقة اللي فوق أنهي شقة؟ شقتك الجديدة تعالى ورايا يا جدع شقة إيه؟ فيو إيه؟ بحر إيه؟ <applause> تعالى يا راجل تعالى ورايا <applause> رجلك اليمين أبو نسب اتفضل يا غالي ايه <applause> مالك تنح كده ليه مش انت طلبتها بعض من لسانك قلت انا مش محتاج غير اوضه اوضه اهي مبروك عليك يا وحش شكلك مش مبسوط بقول لك ايه شبه أنا فيه انا لو كنت كسفت بنوكتك ما كنتش جبت منها عيال من باب اولى طالما ما بتكسفش من اختك مش هتكسف من اخوها انا فعلا قلت لك ان انا مش محتاج اكتر من اوضه بس دي عشه يا شافع عشه صدق وامن انا من يوم ما جيت من بلدنا على البلد دي كنت بنام على الترطوار وساعات ما كنتش بلاقي النوم وده انا اخرتنا ايه غير متر في متر وانت هنا اخد اكتر من اخرتك ولا ايه شوف براح تعالى تعال ما افرجك هوا ايه فيو في ايه بحر ايه كنال ايه عفشة مية ايه ولا ايه ولا ايه ماشي يا شافع عموما انا مش جاي بورسعيد عشان اقعد في شقه فخمه انا جاي اشوف اكل عيش انا بس اللي مضايقني اختي الغلبانه اللي كذبت عليها طب ليه الاسلوب دوا هو في راجل يبقى راجل الا اذا كذب على مراته كده هتخلينا ازعل منك يا عم اكذب عليها براحتك بس ما تورطنيش في كذبك الست فاهمه ان انا قاعد في شقتها وانت طبعا نفضّيها لأحدة المسخره والبلى الازرق ايه مالك بتبص لي اكنك فوجئت اني عارفك كده هتخليني اخد فكره غلط عنك تصدق احترامتك كمان احترم الراجل اللي يفهمها وهي طايره طايره ايه مش محتاجه يعني مفضي الشقه اللي تحت ورزعني فوق السطوح شوف يا شافع طالما مش مأجرها بتجيب لك قرشين مش محتاجه فقاقة يعني بص يا ابو حنفي ومن الاخر كده دماغك وانت حر فيها بس عايزك تفهم حاجه انت هنا ساكن عندي في شقه سوبر لوكس ومبسوط اخر انبساط اختك تيجي تزورك فرر على تحت وانت فرحان اخر فرح اختك تمشي فرر على فوق وانت مبسوط اخر انبساط واللي اوله شرط اخره نور يلا هم عاملين لك اكله سمك هتاكل نفسك وراها ياه يا محمود ما بتاكلش ليه يا حبيبي معلش بقى تحيه اخر ذكريات ليا مع السمك مش تمام يعني سيبيه براحته يا تحيه محمود غريب ده البيت بيته وبعدين يجهل على درسه ينفع نفسه بعدين بقى يا بابا انا مش عارف افتح البتاع دي مش هتسيب ناكل بقى هي النعمه من نعمه ربي ايدك ما هتتمد على ديل سمكه الا إيه ما تعرف تفتحها كويس جلاله خمس مرات بعلمك ازاي تفتحها يا بابا انت قربت تخلص طبق البربوني كله وانا مش عارف افتح البتاع دي وهموت على البربوني اهي اتفتحت يا عم هاني شفت حظك البربوني بقى عشان نبرر الوقت البربوني ده حته سمك وفكرني بعد الاكله دي اديك درس ازاي تفتح الكابوري ايه يا رانيا بتاكليش بربوني ليه يا حبيبتي رانيا ما بتاكلش السمك ما بتحبوش وبتقرف منه مفيش حاجه اسمها تقرف وما تقرفش اللي اتعمل تاكل منه يا جماعه بس البنت جعانه حرام يعني بقول لك يا محمود سيبني ربي عالي بالطريقه اللي تريحني ما قلتليش يا محمود ايه الشقه عجبتك الشقه وهي دي شقه تحيه ده قصر عظيمه عماله تقلب من السرير ده للسرير ده ومن الاوضه دي للاوضه دي مش عارف اعمل ايه انا بقولك لك تعمل ايه كل يوم بكف في اوضه <applause> حلوة أفتح على الاقل تعمل ونس في كل اوضه شويه ما هي متونسه يا مناسب نسب جميل جمال جوزك ده تحيه ابن مصفي ايه قلت ايه في انت قلت ابن حلال ابن حلال ابن حلال يا هاني باباك ده راجل عظيم انت مش فاهمني البربوني ده اصل فيه بطروخ والبطروخ ده صديق الرجل الشرقي يا عم اضرب بقى انت هتتقرف في قرفك مش لما تروح الحمام على فكره يا جماعه مش عايزكم تقلقوا دي مرحله طبيعيه خالص بكره هي اللي هتنضف لك السمك بنفسها مش بكره قوي يعني احتمال الموضوع ياخد وقت عيب هاني تعلي صوتك وانت بتشرب عيب بابا انت صغير على الحاجات دي لا بابا ما انت بتشربوا الشاي كده يا ابني احنا كبار انت لسه صغير طب لما انا صغير ما بتفتحليش الكابوريا ليه يا دي ام الكابوريا اي أيوة والله يا ماما كويس وزي الفل خلاص انا هديهولك اهو تطمني عليه بنفسك خد امك عايزاك ايوه يا بطه وحشتيني يا امه عامله ايه يا ست الكل انا كويس قوي الحمد لله يا امه لا ده من دعاك ليه ربنا وقف لي ولاد الحلال يا ياما ده شافع طلع ابن حلال مصفي ابن حلال ياما ابن حلال هو بس التليفون اللي صوته مش واضح بقول لك ايه يا بطه هي تحيه قالت لك على الشقه حته شقه ياما الشمس داخلها من كل حته وشرحه ده انا حتى بفكر تجيب الحج وتيجي تقعدوا معانا تغيروا جو مش كده ولا تحيه ايوه ايوه ها. والله العظيم انا متحير عليها اقول لها اقول لها انت يا محمود هو انا هسيبها هي بس تلاقيها حاسه ان شافع معزمش بنفس مش كده ولا يا شافع مع ان يمة سبحان الله شافع ماشي ورايا طول النهار في الشقه يقول لي يا محمود قول لي حمايا وحماتي يجوا يقعدوا معانا هنا شهر اسبوعين يما خليهم اسبوعين خليهم اسبوع ياما برضو ترجع تطمني على البيت عند اما اوعي تيجي هنا الرطوبه هتاكلك بالسلامه انت دلوقتي مع الف سلامه يا كتة قلبي ربنا يحميك يا حبيبي ويجعلك في كل خطوه سلام يا حبيبي ولا وحشني نفسي اخده كده هو في حضني هو والواد يا رب تطمن قلبي عليه يا سيدر. اهو ده اللي كنت عامل حسابه هتحط سماعه التليفون من هنا وتقعدي تهري وتنكتب بعضك شوفي ده قرار نهائي قالي مش هدفع فاتوره التليفون عشان يقطعوا الحراره وتبطلي تكلمي عيالك انت بتتلكك اساسا عشان ما تدفعش يا راجل حرام عليك ده دي الحاجة الوحيدة اللي فضلالي في الدنيا إني أسمع صوت عيالي وأطمن عليهم الله يلعن أبو الدنيا اللي فرقتني عنهم يا ست حرام عليكي الدنيا مالها ومالهم استغفر الله العظيم يا رب ده نصيب بقول لك إيه أنت ما حسيتش في صوت محمود بحاجة غريبة كده أيوة حسيت شميت فيه ريحة سمك يا خفة يا روقانك يا اخويا يعني انت زعلان على ابنك اللي قاعد هناك ضارب له أكل السمك بالشيء الفلاني ومش زعلانة على جوزك اللي جسمه نشف من أكل البطاطس هتبتدي الاسطوانات بتاعتك وتقولي الاكل اللي ما يبلش الايد ما يبلش القلب هو ده اللي انت فالح فيه طب اسكتي بقى عشان ادخلك المطبخ تروح تعملي لأكل اكل يتاكل بطلي القلق والوساوس اللي انت فيها دي ده ابنك راجل ويفوت في الحديد الله أكبر أصلاً لاحظت يعني وهو بيتكلم معايا عمال يشكر في الواد شافع وعمال يقولي لي ده ابن حلال مصفي وبعدين أنا وإنت عارفين كويس قوي إنه هو أوطى من نعل الصندل معلش بقى يوضع سره في أوطى خلقه شافع بنتك ممشيها صح وما يقدرش يعمل معاها حاجه وهتوصيه على محمود ياخد باله منه ويعامله احسن معامله وهي دي هتبقى الخدمه الوحيده اللي هيخدمها لنا من اليوم الاخبر اللي شافته بنتك في الكليه وحبته وجوزته حقا لو كان شافع مسكن محمود في الشقه بتاعتهم القديمه ده يبقى عامل الواجب والزياده يبقى كتر الف خيره بقول لك ايه يا ناصر ما تيجي ناخد بعضنا ونروح نقعد معاهم يومين، اهو نغير جو ونطمن على محمود. ايوه 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 ادخلي عدل في الموضوع وبطلي دور فردوس محمد اللي انت عاملاه ده وعاملاه لي قلقانه. قولي بقى ان انت عايزه تروحي هناك علشان تتفسحي. وهو انا هروح لوحدي يا راجل؟ ما انت هتيجي معايا، خد لك اجازه يومين. يا ستي هو أنا تحت امرك؟ انا راجل عندي شغل. انتخابات اتحاد العمال فاضل كام اسبوع وتبدا ولازم نشتغل لها من دلوقتي. يا رب يا رب توب عليا من وجع القلب ده يا رب ولع في كل النقابات العماليه اللي سرقت عمر جوزي يا رب يا رب ما توحد العمال ابدا وفرقهم عن بعض وشحططهم عشان جوزي يفوق لنفسه ويعرف انه كبر خلاص وما عادش يستحمل شقاوه زمان وبهدله امن الدوله <تصفيق> <تصفيق> ادعي زي ما انت عاوزه حتى ربنا ما يرضاش بالظلم كده هو يا ناصر انت بتتحداني طب خد دي بقى عندك الهي يا رب المصنع بتاعكو يتباع وييجي عليه الدور في اللي اسمها ايه دي المتخصصه عشان تستريح هه. طب بس 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 يخرب عقلك ده ما فاضلش غير مصنعنا وكان مصنع تانيين هعمل لك اللي انت عايزاه هقدم على اجازه عرضه واخدك الروح اهدي بس كده اهدي ودع لعيالك وسيب العمال والمصانع في حالهم يا ست هم مش ناقصين